كاب وذ ذا ستارز كأس العالم مع النجوم. أنا ستيفاني سعد، كل يوم رح كون مع ضيف تنشوف شو بيعرف عن كأس العالم. أنتو كمان فيكن تجاوبوا على الأسئلة المطروحة وتربحوا. ضيفتنا لليوم مغامرة لبنانية، وهي أول امرأة لبنانية عم تتسلق أعلى 7 قمم بالعالم، وهلا رايحين على الرقم 6. جويس عزام يعني رفعتي لنا راسنا، بس بدنا نشوف كيف بالفوتبول يعني معلومات. هلا كاسبار اكيد بحبها، يعني كاسبورتيف انا كرياضيه بدلني تابع، بس هلا بنشوف. هلا عم بتمرن لانتاركتيكا وبعده لايفرست، سو عندي 10 اشهر من التمرين القاسي. اوكي ما رح نقسى عليك كثير. اوكي اول فقره شو النشيد؟ رح احط نشيد وطني. بدك تحضري لاي بلد؟ أستراليا. حلو واحد يكون باله طويل يعني بيقدر يعطي جواب صح. هالبال الطويل تعلمتها من الجبل. عن جد قد ما الجبل قاسي بيكون. مظبوط. تيكاني، أنت بتقولي تيكاني. تيكاني جدا. أكيد شيء بأفريقيا. وهلا نيجيريا. لا كثير هينين. كثير عم تهنيني اليوم. رح نروح على أوروبا. رح نروح على أوروبا هلا. لا فرنسا. شريت مع جويس عزام، بدي فرجيك كلمات تتعلق بكرة القدم. أوكي. بدك تمثلي لي اياهم وبدنا نحذرهم. انا بدي احذرهم. بطاقة. اول وحدة او ثاني وحدة يلي بتطرد او يلي انذار؟ اول وحدة. صفرة. صفرة. تعادل. حكم. الصفيرة. صفيرة. هيدا مش بالفوتبول. هيدا عارضة. عارضة. كيف بدي بصير عارضة؟ لحظة، هو شو؟ ما في فريق. فريق أخضر. برازيل. برازيل. بقول لاخر نفس بدي اوطي صوتي حتى ما اطشها لجويس لانه عم تتدرب على اطول جول هلا يعني طابب ملعبك. ردي بس ثانيه. ايه بس تتدرب. مزبوط. جو. يلا رح نرجع نعمل. اوكي جو جو. أعطيتك ثانية زيادة. بفقرة نجم ونادي بدي فرجيك صور لاعبي كرة قدم. اوكي. بدنا نحذر بأي نادي بيلعبوا. هون صارت شوي أصعب. إيه هون عم صعبة شوي. شي هين؟ نحن بنعرف إنك بتحبي قصص صعبة. أكيد أكيد. ببرشا. أيوة. جوزة لشاكيرا. جوزة لشاكيرا أكيد. ميسي. ميسي ببرشلونة. برشا كمان. رونالدو. ذا رونالدو. ذا رونالدو بريال مدريد. ايوه هون بنعرف بالفرق الاسبانية. هون بطلنا باسبانيا. هون بطلنا باسبانيا. صرنا فرنسا. بفرنسا باريس سان جيرمان. نيمار بي اس جي. اخر شيء نرجع اسبانيا. راكيتيتش. راكيتيتش مش قاطع. برشا كمان. بفكرة انت وشطارتك بدنا نختبر شطارتك بمعلومات كرة القدم ومعنا 20 ثانية. اوكي. انت بتحب التحديات. نعم. بس مش بالفوتبول. مش بالفوتبول. بس لا بس لهلا كثير منيح. بس رح اخذ التحدي. You are an A student مش A plus A. هلا بنشوف اذا A plus. كثير منيح. كثير مبسوطة بالعلامة. يلا. أصغر لاعب فاز بكأس العالم. بيلي. بيلي. جنسية هداف كأس العالم على مدار تاريخ البطولة. ألماني. شو اسمه؟ إذا مش غلطانة كلوز. كلوز صح. مين فاز بمونديال 2002؟ بمونديال 2002 برازيل. برازيل. ومين كان أفضل حارس مرمى؟ أفضل حارس مرمى بس فيك تعطينا الجواب. هذا ما بتذكره. أوليفر كان. أوليفر كان لأنه ألماني. حقك. جويس عزام بدنا نقول لك ميرسي كنت معنا بالإبيزود اليوم، وأنا بكره بكون معكم مع ضيف جديد.